الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهتمام بالثروة الحيوانية بيرتبط بعدد من المقومات كبير. علشان نقدر ننجح ان احنا ننمي الثروة الحيوانية في مصر، المفروض ان احنا بنوفر لها تغذية، وبنوفر ايضا رعاية بيطرية متمثلة في خدمات بيطرية كثيرة، منها التحصينات واللقاحات، منها الأدوية البيطرية. بنحتاج ان احنا نستخدم الاساليب الحديثه في انشاء المزارع والعنابر لتوفر احتياجات مناسبه لنمو الحيوانات، وان هي تكون في وسائل معيشه جيده تتيح لها الحركه وتتيح لها التهويه ومصادر للشرب والتغذيه. بنحتاج مجهود كبير جدا علشان نقدر ان احنا ننمي الثروه الحيوانيه، لان في مصر ما عندناش مراعي طبيعيه. في نفس التوقيت انت الثروه الحيوانيه منذ وقت قريب جدا كانت مجهولة أو تعدادها مجهول لمتخذي القرار. ما تعرفش أنت تعداد الثروة الحيوانية عندك قد إيه بالتفصيل، كام عددها عند المربيين الصغيرين. تقدر أنت توصل للمزارع الكبيرة بكل سهولة، لكن الفلاح أو المربي اللي بتتغير عنده كمية الثروة الحيوانية من وقت لآخر وبتتنقل من مكان للتاني. بدأت الدولة في حملات التحصين، الحملات القومية على مستوى الجمهورية وبكثافة في الأعوام الأخيرة. في نفس الوقت ارتبط هذا المجهود بالترقيم والتسجيل، ان يكون في رقم لكل حيوان، ومنح هذا الحيوان بطاقة هي بمثابة شهادة ميلاد بيدون فيها كل البيانات المتعلقة بهذا الحيوان. النهاردة تقدر انت تقول انا عندي ارقام واضحة للثروة الحيوانية. في نفس الوقت قامت الدولة بضخ رؤوس أموال من خلال عدد من المشاريع التنموية اللي على رأسها مشروع قرض البتيلو لتنمية الثروة الحيوانية، وده الحمد لله أتى بمردود سريع في قطاع الثروة الحيوانية، وشفنا إقبال المزارعين. ولغاية النهاردة وإحنا بنتكلم مربين كتير جدا بيكلمونا، أنا قدمت ولسه ما صرفتش. ليه؟ لأن إحنا عارفين إن فيه عدد ضخم فعلا بادرة بالتقدم لهذا المشروع، وبيتم صرف ميزانيات كل فترة بعد سداد المديونيات لدى المربيين. نقطة مهمة جدا، المربي دايما يقول لك أنا جبت الدواء وما جابش نتيجة، أصل في تحصينة أنا بجيبها من عند الدكتور وهي دي اللي بتعامل معاه دايما، لا متشكر أنا مش عايز أنا حصنت. عاوزين نبقى في نقطة نظام. صناعة اللقاحات والأدوية البيطرية في مصر صناعة قوية جدا وبتكبر يوم بعد التاني، وأيضا مصر تمتلك يعني ميزة مهمة جدا، وهي الكوادر والعلماء من أبناء مصر المخلصين يقدروا أن هم فعلا يوفروا لنا العلم ويقوموا بتنفيذ هذه الصناعات أو المشاريع المرتبطة بالتصنيع. في نفس الوقت كدولة بتوفر لك حملات تحصين قومية على مستوى الجمهورية بتغطي كل المحافظات، فمن باب أولى إن احنا يبقى عندنا مصدر موثوق فيه اللي هو الحكومة زي ما المربي أو الفلاح بيسميه. طيب احنا عندنا في الطب عندنا أو الأطباء البيطريين موجودين وبيشتغلوا، ودي ميزة أيضا إن انت يبقى عندك قطاع خاص قوي بيساهم وبيساعد وبيساند وموجودين بكثرة، والمزارع الخاصة بتعتمد بشكل أساسي عليهم. لما المربي النهارده يقول لي اصل انا جبت الدواء ده وطلع مغشوش، طب انت على اي اساس حكمت ان هو مغشوش؟ دي نقطه مهمه جدا، لان ممكن يكون هذا الدواء سليم ولكن بعد التداول وعمليات التخزين فقد معايير السلامه او بقى غير صالح او انتهت مده الصلاحيه. في مربي تاني يكلمك يقول لك ايه اصل انا اشتريته والراجل ده الدواء بتاعه ما جابش نتيجه، طب ما انت بتقول انت يعني الراجل ده كده مرتبط بسمعه غير طيبه وانت برضه مصمم ان انت تتعامل معاه مع انك انت اللي بتدفع الفلوس. عايز اقول ان احنا دلوقتي عندنا خدمات بتكبر وبتزيد يوم بعد التاني داخل الوحدات البيطريه، وفي وحدات بيطريه بيتم افتتاحها في عدد من الاماكن اللي بتحتاج فعلا خدمات حقيقيه مرتبطه بالثروه الحيوانيه. انا عايز الفلاح يسال على الخدمه دي، عايز الفلاح يروح يطلبها، ولو حصل مشكلة يتواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561. أي مشكلة أنت محتاج لمعلومة، محتاج لمساندة، محتاج لتدخل من الطبيب، اتصل ب 19561 الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
النقطة التانية ان انت وانت بتتعامل مع الادوية البيطرية لازم يكون من اماكن موثوق فيها، عارف انت بتجيب منين، بعد تشخيص سليم من طبيب بيطري، ما ناخدش الموضوع بالشبه او الحالة دي كان موجود عند جاري فالنهاردة انا بشوفه حل المشكلة بتاعته ازاي، والحل اللي ينفع عنده ممكن ما ينفعش عندك بنسبة كبيرة جدا. طيب السوق اللي موجود حوالينا وضبط السوق والمراقبة ده بيقوم بيها علماء مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ودي ممثلة في مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، وفي هذا التوقيت في شن لحملات مكثفة لمتابعة أسواق الطب البيطري أو الأماكن اللي بتقوم بتداول الأدوية البيطرية. النهاردة عايزين نتابع المجهود ده أصفر عن إيه، الهدف من هذه الحملات إيه، وضع سوق تداول الأدوية البيطرية في مصر. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية المباشرة. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية المباشرة، معايا على الهاتف الأستاذ الدكتور عصام عبد الشكور رئيس الإدارة المركزية للإرشاد والخدمات بالهيئة العامة للخدمات البيطرية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور عصام، في هذا التوقيت في حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة الأدوية البيطرية ومدى مطابقة الأماكن التي تقوم بتداول هذه الأدوية البيطرية للاشتراطات وللقوانين وأيضا لنوعية الأدوية نفسها. ياريت توضح لي أكتر حققنا إيه، مكملين إيه اللي بيتم في هذا التوقيت. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتك. وأحب بس أوضح عشان حضرتك أنا سمعت المقدمة الهائلة اللي سعادتك كنت بتتكلم فيها من شوية. إحنا عندنا فعلا زي ما سعادتك بتقول كده في لقاحات وفي أدوية، تمام؟ تمام. طبعا اللقاحات غير الأدوية في حاجات مش هنتكلم، مش مجاله دلوقتي ان نتكلم فيها، لكن اللي انا بحب اعرفه ان احنا الهيئه العامه للخدمات البيطريه لا تألو جهدا في اجراء الحملات المستمره، مش في الوقت ده بالذات. أيوه. احنا طول عمرنا عندنا حملات مستمره في التفتيش على الادويه واللقاحات. بنوه برضو بقول ان احنا بنعمل الحملات دي كهيئه عامه للخدمات البيطريه ومديريات الطب البيطري في كل المحافظات، مع ان لحد دلوقتي الدواء البيطري لا يخضع لوزاره الزراعه ولا للهيئه العامه للخدمات البيطريه لا في التسجيل ولا في الافراج ولا في الرقابه عليه. تمام؟ ومع هذا احنا بنقوم بهذا الدور لان بصراحه شايفين ان مفيش الدور الكافي من الجهه المسؤوله عن هذا الموضوع تجاه الدواء البيطري، لانهم برضه عندهم مشاكل وعندهم حاجات كتير في موضوع التفتيش على هذه الادويه. هو يعني طب برضه لازم نتوقف هنا، التسجيل والافراج ده معناه الادويه البيطريه المستورده من الخارج مش التسجيل. التسجيل والافراج، التسجيل هنا بيشمل المحلي والمستورد. تسجيل الدواء اللي انا بعمل للدواء ده شهاده ميلاد اللي هو بيشتغل بيها بعد كده في تداوله في السوق، ده بيتم على المستورد وعلى المحلي. طب المستورد اكيد مر بهذه المراحل في الدوله المنتجه ليه والمصدره، فاحنا ممكن نقول ان احنا بيتم الرقابه على الاسواق اللي بنستورد منها، لكن المحلي انا عارف ان في المعامل المرجعيه ومعايره الادويه واللقاحات والادويه ومطابقتها. المحلي يا فندم، المحلي يا فندم والمستورد، معلش عشان برضو في حته لازم نعرفها، المستورد لما بينزل السوق عندي هنا لازم يبقى برضو في رقابه عليه. ليه؟ لان هنا بيحصل اساليب غش كتير جدا جدا. في حد ممكن ياخد اسم دواء بتاع شركه كبيره وياخد رقم التشغيله ويروح ينتج نفس عبوات مقلده هنا. عبوات مقلده ودي مشكله، يعني دي مشكلة تانية برضو. عشان كده بقول لحضرتك لازم المستورد والمحلي بيتم مراقبتهم في السوق. مين اللي مسؤول؟ ما أصل أنا شايف إن حضرتك بتقوم بحملات، وزارة الصحة بتقوم بحملات، عندنا المعمل المرجعي كمان لازم بيقوم بفحص وبأخذ عينات وبالتصريح لإنتاج. حضرتك المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيولوجية ده المعمل الحكومي المعتمد في رقابة أو في مراقبة اللقاحات اللي جاية من الخارج أو المنتجة محليا من حيث المعايرة أو التحليل بتاعها، وهو اللي بيقول هذا اللقاح ينزل للسوق ولا ما ينزلش للسوق.
ده زي ما بيقولوا ايه المزوره بتاعتنا اللي يبقى ده دور عليها. يبقى ده دور وزاره الزراعه اللي بتشارك بيه مع وزاره الصحه. لا يا فندم، وزاره الصحه ملهاش دعوه بموضوع اللقاحات خالص. موضوع اللقاحات من الالف للياء يخص الهيئه العامه للخدمات البيطريه التابعه لوزاره الزراعه. ايوه. اما موضوع الدواء، اما موضوع الادويه، فزي ما بقول لحضرتك كده بيبقى هنا بقى دي مسؤوليه المفروض وزاره الصحه، لكن احنا الهيئه العامه للخدمات البيطريه لما بننزل حملاتنا ما بنفرقش بين الدواء وبنعمل كله، حملاتنا على كله. ممتاز. ليه؟ لان ده في خدمه المستهلك، وعشان نضمن ان المستهلك يوصل له حاجه تكون شبه امنه في استخدامه لهذا الدواء او هذا اللقاح. تمام. تمام. الحملات الاخيره اسفرت عن ايه؟ الحملات الاخيره احنا حضرتك عندنا حملات بصوره مستمره، يمكن كان اخرها في بعض المحافظات زي الشرقيه وسوهاج والقليوبيه. احنا على طول ما فيش حمله بنعملها في المديريات الا لما بتسفر عن يا اما ضبط ادويه مجهوله المصدر، يعني جايه متهربه من بره ما حدش عارف هي جايه منين ولا مسجله عندنا في مصر، او ادويه صلاحيتها انتهت. تمام. يعني هي اوريدي موجوده بس ومسجله بس محطوطه عشان تباع للمستهلك اللي اغلبهم برضو ما بيبقاش عنده نسبه الثقافه العاليه ان يقرا الدواء المانيفاكشر او التصنيع والصلاحيه بتاعته، ففي ناس بيغشوا برضو بيبيع دواء منتهي الصلاحيه. كل الحملات بتاعتنا بتنتج او بيسفر عنها حاجات كتير جدا جدا من هذا القبيل. برضو ممكن الحمله بتاعتي تظبط لقاحات مش محفوظة بالطريقة الصح، يعني المفروض مثلا ان في لقاح معين يتحفظ عن درجة حرارة معينة، ممكن اللجنة او اللجنة اللي نازلة تفتش تلاقيه محطوط على الرف، هنا ده اصبح كأنه لم يكن لازم يتاخد ويعدم على طول. فاحنا ده يعني خط سيرنا على طول مستمر، وتقريبا يوميا عندنا في محافظات ما حملات لهذا او لهذه الاغراض. انا النهارده كحملة وحضرتك وزارة الزراعة نزلت. نعم. ولقيت في بعض الأماكن عندها سلعة منتهية الصلاحية. تمام. غير معلومة المصدر، إيه الإجراءات اللي بتتم وفي النهاية إيه العقوبة؟ تمام يا فندم. إحنا عندنا حضرتك أغلب الحملات بتاعتنا لما بتتم بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وحضرتك على طول مجرد ما بنلاقي حاجة زي كده بيتعمل محضر الشرطة وبيعرض على النيابة، وعلى طول بيتخذ إجراء ضد المخالفة دي. طبعا في إجراءات، في بعض السادة المحافظين مشكورين عاملين بيوقعوا غرامات جامدة جدا في هذا الصدد، في ناس بتترك لوكيل النيابة لتحديد العقوبة، لكن إن شاء الله بإذن الله العقوبات المحددة إن شاء الله تنزل في قانون الطب البيطري الجديد، إن شاء الله بإذن الله معمول العقوبات وعقوبات صارمة كمان. كويس. النهاردة أنا فهمت من حضرتك معلومة مهمة جدا وعايز أعيدها معاك تاني علشان السادة المشاهدين. فعلا إحنا عندنا نوعين مختلفين بيتم المتابعة عليهم من جانب وزارة الزراعة أو من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية. عندنا اللقاحات وعندنا الأدوية البيطرية. اللقاحات ما ينفعش إن هي يتم التصريح بإنتاجها وتداولها إلا بعد الرجوع لحضراتكم، علشان أنتم اللي بتؤكدوا إذا كان المرض ده موجود في مصر ولا لأ، بحيث إن إحنا ما ندخلش أمراض جديدة أو نحافظ على البيئة السليمة بالنسبة للثروة الحيوانية. إنما الأدوية هي دي خاضعة لوزارة الصحة، لكن حضراتكم بتتابعوا بتراجعوا فترة الصلاحية، مدى يعني تصنيع هذه اللقاحات بمعرفة شركات متخصصة، فده دور مهم جدا المتابعة والتفتيش على الأسواق كده صح؟ طبعا، لأن ده شغلنا، وده هدفنا كله أن تنمية ثروة حيوانية، وأحد أسباب تنمية الثروة الحيوانية هو الحفاظ على الدواء أو اللقاح. وإحنا تملي بنقول حاجة حضرتك أن الدواء البيطري أخطر بمراحل من الدواء البشري. ليه؟ الدواء البشري اللي بياخده الإنسان المريض، أما الدواء البيطري فبيوصل للإنسان المريض والإنسان السليم عن طريق الحيوان أو الطير اللي حضرتك بتاكله أو بتاخد منتجاته زي بيض أو لبن أو صح. أو الأخ. فلو ما كانش هذا المنتج صح هيوصل للسليم وللمريض بالنسبه للانسان. فعشان كده بنقول ان الدواء البيطري اخطر ولازم يراقب اكتر ولازم يبقى فيه تحفظ اكتر عليه.
صح، هو الدواء البتر اللي هيتناوله الحيوان المواطن هيتناوله في الاخر، لازم يتم مراعاه فتره. هيتناوله بيضه، هيتناوله كوبايه لبن، هيتناوله طبعا النهارده اللي بياخد البيض واللبن الانسان السليم والعيان، فمش معقوله انا يعني يبقى لازم الموضوع يبقى فيه رقابه اكتر ويبقى فيه منظومه. انما الموضوع أكتر يختلف من الادويه للتحصينات او للقاحات، يعني اللقاحات ما فيهاش ضرر، لو الحيوان تم تلقيحه النهارده ضد مرض معين وتاني يوم في تداول الالبان، ده ما فيهوش اي مشكله على صحه لا الانسان. لا احنا بص حضرتك يا فندم، احنا عندنا في حاجه بنسميها الويذدرول تايم. الويذدرول تايم دي اللي هي فتره سحب الدواء او الماده اللي الحيوان بياخدها من جسمه. كل دواء له فتره سحب. يعني ايه فتره سحب؟ يعني النهارده لما باجي ادي حيوان دواء معين، عشان كده بنقول البطاقه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه والرقم اللي بيتحط في ودن الحيوان في منتهى الاهميه. ليه في منتهى الاهميه؟ لان الدكتور اللي بيروح يعالج حيوان بياخد بطاقته ويروح كاتب فيها هو اداله دواء ايه. طب ده يفيد بايه؟ يفيد النهارده ان الدواء ان العجل الحيوان ده لو دخل المجزر يبقى المفروض دكتور المجزر بيشوف هل العجل ده واخد دواء مثلا فتره سحبه 10 ايام 15 يوم، عشان ممنوع ان انا اكل العجل ده لحمته قبل فتره السحب دي ما تنتهي من هذا الحيوان. تاني نقطه صغيره عشان احنا مش متخصصين عايز اسالها. اذا الدواء البيطري برضو بيختلف في تاثيره عن اللقاح. ليه؟ طبعا. الدواء بياخده الحيوانات في وقت الاحتياج او لما يكون الحيوان مريض، انما اللقاحات بيتم اعطائها للثروه الحيوانيه عموما، زي مثلا حمله التحصين ضد الحمى القلاعيه. الحمى القلاعيه. ووارد ان تاني يوم يبقى في ذبح او استخدام البان، فدي مش هتبقى مؤثره على صحه الانسان. لا 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 لا، دي ما فيهاش تاثير، لان اللقاحات ما فيهاش الحته الويذدرول تايم، المواد الكيميائيه اللي هي السحم دي، لكن يبقى فيها كلام فاضي، ممكن يبقى يوم اثنين كلام فاضي يعني. تمام. بالتوفيق يا دكتور، وانا بشكرك وبشكر حضراتكم على المجهود اللي بتقوموا بيه. دكتور عصام عبد الشكور رئيس الاداره المركزيه للارشاد والخدمات بالهيئه العامه للخدمات البيطريه، دور مهم جدا. النهارده انت اي دواء بيطري بيتناوله الحيوان هو بيرجع للانسان، وزي ما الدكتور عصام اكد كل دواء بيطري هو ليه فتره سحب من جسم الحيوان. مين اللي ياكد ده علشان يبقى بالمستندات؟ احنا يعني ما نقدرش في ملفات مهمه ان انت تقول ايه انا هرجع لامانه هذا المربي او لضميره. البطاقه، لان البطاقه هيبقى مدون عليها كل شيء. فدي كمان تخلينا نرجع ان انت حتى لما تشتري اللحوم تشتريها من مكان موثوق فيه عليه الختم، لان الراجل ده هيكون دخل المجزر في كشف على الحيوانات من جانب الطب البيطري في البطاقات وفي خطوات النهارده علشان تبقى اكثر احكاما حتى على الاسواق. يعني حركه نقل الحيوان من سوق لسوق او محافظه لمحافظه لازم يكون معاه البطاقه والرقم. ده منين؟ ده متحصن ولا لا؟ في مشاكل صحيه فيه؟ فدي كلها خطوات يعني تساعد على تهيئه المناخ ان انت تزود من اعداد الثروه الحيوانيه اللي موجوده في مصر. معايا الاستاذ علي من محافظه الغربيه، اتفضل. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والله خصوص شكوى لترعه العشين وقريه كفر المنصوره. ايوه. احنا في النهايه خالص، يعني الترعه دي واخده من ام عبد الله، وطور احنا يعني من نهايه ام عبد الله واحنا في النهايه خالص. الميه ما بتجيش خالص عندنا يعني. ترعه لاشين واخده من كفر ايه؟ من ام عبد الله. ده وهي واخده من ام عبد الله، المركز ايه؟ مركزكم مركز طنطا. الصنطة؟ طنطا؟ مركز طنطا. مركز طنطا. عايزه تتطهر ولا ايه مشكلتها؟ المشكله الميه ما بتجيش خالص. والناحيه الثانيه في كنا مقدمين شكوى في منطقه سكنيه قصاد البلد، فقدمنا شكوى بتاريخ رقم 1451. 4251 دي بتاريخ كام؟ قدمتوها امتى؟ 27/10/2015. من 2015 والمشكله ما اتحلتش من 2015 ولا في معاينه؟ من 2015 من عند الكيلو يعني 61 الى 68 240 متر على اساس هيضغطهم، وحتى الان ما فيش ايه
حد بيسأل على طيب حاجة. سيب لي الموضوع ده يا حاج علي النهارده، هنكلم الري والصرف عشان نشوف التغطية، نشوف الترعة دي مشكلتها ايه. وكويس ان انت قلت لي ان انت مقدم شكوى 4250 في تاريخ 27/10/2015، كتير قوي يا جماعة. كان المفروض حتى يعني نطمن او نعرف الناس دي بتفكروا تعملوا ايه. هتسيبوها زي ما هي كده؟ محدش رد عليهم ليه؟ محدش تابع الشكوى؟ اكيد اللي كتب الشكوى دي ساب فيها تليفونه، يعني اكيد انتوا لو نزلتم هتلاقوا الاهالي هم اللي منتظرينكم. حاضر يا حاج علي. استاذ احمد من كفر الشيخ اتفضل. تحيه لحضرتك يا استاذ سامح والتحيه لقناه مصر الزراعيه والعاملين في قناه مصر الزراعيه. العفو، بشكر حضرتك. انا حضرتك كلمت حضرتك من حوالي من حدود شهر كده يا استاذ سامح بخصوص ان انا عاوز اجيب زريعه سمك من عندنا من كفر الشيخ، ومش عارف الاماكن اللي انا اجيب منه. تجيب زريعه سمك من بيانات الاستعداد. نعم، تجيب زريعه سمك من كفر الشيخ. اه مش عارف المكان اجيب منين، مش عارف الاماكن اللي انا اجيب منها، مش عارف. وكلمت حضرتك وقالوا لي انت عايز اسماك ايه؟ عايز انت عندك مزرعه؟ عاوز عندي، لا عايز ازرعهم في السمك، في الرز، عندي في الرز، وعايز ازرعه عندي مكان ان انا يعني في حدود 5 أو 6 فدادين ان انا ازرع فيهم الزريعه دي. ما انت بتزرع في الرز يا اما بولتي يا اما مبروكه. ايوه، ما انا عاوز البولتي والمبروكه في السمك، مش عارف اجيبهم منين بكفر الشيخ، وعايز المكان حكومة او مزرعة حضرتك. لا ده كفر الشيخ فيها المعمل المركزي وفيها المفرخ، في المفرخ تبع الهيئة العامة للثروة السمكية. فين الاماكن؟ انا مش طيب. لا رقم تليفونهم وعنوانهم بالظبط الاعداد هيديهولك، موجود في كفر الشيخ جنبك. كلمت حضرتك من شهر السابع، المفروض اكون. بس انا عايز اسالك سؤال، هو انت دلوقتي الارز انت مش انت عديت مرحلة المشتل اللي هي بيبقى فيها مية كتير وعديت المراحل دي؟ وبعدين احنا عندنا اصناف دلوقتي موفرة في استهلاكها للمياه، ليه انت أيوة شغال بالطريقه القديمه؟ ما انا حضرتك زرعت انت خدتوبر 300 وجبت من عند الدكتور عبد المطلب العبد الرز وخلاط صح. طب ما انت كلمتني كذا مره اهو، يعني ما تقولش من شهر ما ردتوش. ليه من شهر يا استاذ سامح؟ حاله الدكتور عبد المطلب العبد. انا بفتكر معاك يعني. طيب انت دلوقتي أيوة. الاصناف الجديده الهدف منها ايه واحنا بنتكلم عن الارز؟ الوقت اللي انا بحصدها في وقت قصير وبتوفر ميه معايا. طيب انت دلوقتي بتتكلم على زراعه السمك في الارز، يعني انت حتى وقت المشتل او فتره المشتل المفروض ان انت خلصتها خلاص. ايوه، ما انا عندي مكان يا استاذ سامح بحيث في المراوي ان انا بعمل له حضانه عندي في المراوي. طيب يبقى المراوي حاجه بقى. بص انا برد على كلام حضرتك، يبقى المراوي حاجه وان انت عايز تزرعه في الرز حاجه ثانيه. ايوه، ما انا عندي اماكن كبيره في المراوي يا استاذ سامح، وعندي بوابات ري الحقل هي المطور. تمام. هندي لك الرقم بتاع المفرخ في كفر الشيخ. حاضر. انا يا ريت يا استاذ سامح، يا ريت يا استاذ سامح. انت عندك اماكن كتيره في كفر الشيخ. حاضر. عيني. استاذ شريف من المنيا اتفضل. شكرا. العفو. استاذ شريف من المنيا اتفضل. اتفضل يا فندم. انا رحت سددت في املاك الدوله في الاصلاح في المنيا. علي صوتك. هندسه. انا رحت سددت في الاصلاح في املاك الدوله في المنيا وجبت جواب بي عشان اصرف السماد، قالوا لي لا ما تقدرش تصرف غير بابوك، وابويا متوفي رحمه الله عليه. طيب الله يرحمه. هو متوفي، ما جبتش اعلام الوراثه ليه والاوراق ورحت تصرف؟ رحت يا بيه ومدير الجمعيه عارف واللي قاعدين في الجمعيه عارف، وقالوا لا مش ممكن تصرف بالجواب ده غير لما الارض تيجي باسمكم. طب نزلوا لنا الارض باسمنا، قالوا روح الاصلاح الزراعي. رحنا الاصلاح الزراعي قال عليها 16,000. ال 25 جرات يا فندم اعلام 16,000. يعني هو في مديونيه مع الاصلاح الزراعي؟ لا يا فندم احنا ما علناش ولا قرش مديونيه. امال ال 16,000 دول بتوع ايه يا حاج؟ طيب ما ال 16,000 دول بتوع ايه؟ بتوع التنزيل عشان الارض تنزل باسم اخواتي. الارض تنزل باسم اخواتي، احنا 5 يا فندم. ايوه، عشان الارض تنزل باسم اخواتي لازم ندفع 16,000. معقوله ندفع 16,000 الارض 25 جرات؟ طيب ما طلبتش او قدمت طلب في الاصلاح الزراعي عشان تخفض المبلغ او اعاده تقدير او تقسيط او اي لا طلب؟ لا يا فندم لله الحق انا ما قدمتش اي حاجه. ما هو علشان ابقى واضح معاك النهارده، في هي بتعتبر مديونيه لان بيقول لك انت تبع الاصلاح ودي جمعيه اصلاح وانا هصرف لك سماد. طيب انت لازم تنزل عندي باسمك عشان انقل لك الارض انت والورثه باسمكم، ففي ايا كانت بقى رسوم او تقدير او انا ما اعرفش حسب ما انت بتحكي لي بتقول لي 16,000، فدي هتعطل الدنيا. فاحنا برضو هنبلغ المشكله دي للدكتور حسن الفولي، وعايز بس تتعب معايا ان انت تقدم طلب علشان
يا اما تقسط يا اما المبلغ يتخفض يا اما نشوف ليها طريقه. انما ان نكلم الجمعيه نقول له لا، هو مدير الجمعيه ملوش علاقه، مدير الجمعيه جايه له اوامر، الراجل ده لسه عليهم 16000 جنيه. فلازم نحلها في الاصلاح. انا هكلم الدكتور حسن الفوري. انا معلياش مديونيه يا فندم، انا عايز اعمل مجلس حاضر. هي مش مديونيه، هي رسوم. تمام؟ هي رسوم. فهنشوفها وهنشوف نحلها ازاي. بشكر حضرتك يا استاذ شريف. معانا مين يا جماعه؟ استاذ محمود من اسيوط، اتفضل. استاذ محمود. ايوه معاك يا باشا. اهلا بيك، اتفضل. انا من الغنايم. احسن ناس. الله يرضى عليك. انت الامراض الدق العقد اللي بهدل البهايم. انت عندك دلوقتي اصابه؟ انا عندي ابن عمي. نعم؟ عندي ابن عمي داري. ابن عمك عنده اصابه؟ فانا خايف على البهايم يعني. طيب اول حاجه انت طبعا لازم تكون قافل عندك، ما تدخلش حد غريب. ايوه. وتطهير كده ونظافه في المكان وتهويه. مش معنى ان احنا نقول عايزين نحافظ على الحيوانات ان احنا نكتمها او نقفل عليها. المكان يكون فيه تهويه صحيه. دي كائن حي زيه زي اي كائن حي، محتاج ان هو يتنفس. تمام. تاني حاجه ابن عمك ده انا هبعت له الطب البيطري، بس هتسيب لنا رقمك او رقمه. طب هما حصل عنده اصابه، ما بلغش؟ ما جابش علاج؟ ما راحش للدكتور؟ لا، ما كان عاملين هم لفوا بتاع البطاريه وحقنوا، بس بدات الاصابه. ما هو وارد تحصل، لانه ممكن يكون قبل ما يكون حصن، هو ممكن يكون الحيوان جوه منه المسبب المرضي فبتظهر. الطب البيطري بعد ما جات له الاصابه هو بلغه عشان الطب البيطري يجي ويتابع معاه ولا لسه؟ لا، جو تابعه برضه بما يرضي الله، بس احنا كل الناس بدات تخاف. لا، انت محصن عندك؟ اه. ما تقلقش، وبس برضو تخلي بالك من الامان الحيوي، وانا هرجع اتابع مع الطب البيطري وخلي بالك يعني. انا لو ابن عمك ده محصن ومعاه رقم ومعاه بطاقه هيبقى ليه حقوق، فاحنا عايزين نتابع الموضوع ده، وهكلم الطب البيطري واخليه يجي لك. بكره هنخليه نشوفه يوصل البطاريه هناك، يعني ما بيتاخروش. هم هيكلموه النهارده، سيب لي رقمه. هم ما بيتاخروش، انت اللي بتقول بس. انت سيب لي رقمه وانا هخلي الطبيب الموجود في الوحده هيكلمه النهارده. متشكرين يا باشا. العفو، بشكرك. يعني انا سعيد لان الناس بتهتم، بيقول لك انا الحمد لله ما عنديش حاجه، بس ابن عمي وانا قلقان وخايف وانا محصن. حافظ بقى على الامان الحيوي زي ما كل المتخصصين بيوصونا دايما. ما تدخلش عماله غريبه، ما تخرجش الحيوانات بتاعتك لمكان ما انتش عارف، او تنقلها من مكان، او تدخل عليها حيوانات غريبه. حافظ على عوامل الامان الحيوي، يكون في تهويه يعني جيده للمكان، وعوامل النظافه في المكان نفسه نوفر لها بيئه نظيفه. استاذ عادل من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد. والله احنا يعني انت وحشتنا جامد قوي، يعني كان نفسي اسمع صوتك من زمان. بشكرك يا فندم. يا استاذ سامح، احنا دلوقتي احنا سمعت حاجه في التلفزيون بيقولوا اللي زرع رز هتدخل جنائيه، فاحنا عايزين نعرف هل احنا فعلا هندخل لو احنا زرعنا الرز ده طلع مخالف وكده هنبقى جنائيه، ولا هتبقى دي يعني غرامه بسيطه هتعدي معانا جنائيه؟ انا ما عنديش معلومه بالكلام ده، بس عايز اقول لك ان الغرامه ما بقتش بسيطه. وعايز اقول لك على حاجه ثانيه اهم. انت راجل بتزرع رز مثلا، يعني ايا كان، والرز ده مخالف، يعني هيستهلك كميات ميه اكبر من الكميات المتاحه عندنا، او من الثروه المصريه، او من الثروه المائيه المصريه. فكده كده انت هتسبب ضرر وهتسبب ازمه للمزارعين اللي جنبك، والازمه هتبقى عامه. فمن باب اولى قبل ما افكر في الغرامه، وقبل ما افكر هتبقى جنحه ولا جنايه، نفكر في مصلحه البلد، لان انا عارف ان الفلاح عنده وعي شديد جدا وبيحب مصر. احنا نفكر في مصلحتنا الاول، وازاي ان احنا نحافظ على الموارد المائيه وعلى استقرار القطاع الزراعي. انما الغرامه بقت تقيله، وفي تحرك ان هي تزيد كمان. اشكرك. نطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعيه مباشر.
مرحب بحضرتكم مره اخرى في الزراعيه. مباشر معايا الاستاذ انور من البحيره، اتفضل. السلام عليكم استاذ سامح. سلام ورحمه الله وبركاته. معلش احنا تعبين حضرتك معانا، وانت المنبر الوحيد اللي بتوصله شكوانا وظروفنا للمسؤولين في الدوله. احنا مش تعبانين، احنا عينينا الاثنين ليكم. ايه الموضوع؟ الله يخليك يا باشا، الله يكرمك. حضرتك تواصلت معاك يوم الخميس بالنسبه للاسمده يا باشا في النبريه. في النبريه كانت المشكله. انت عايز بس افتكر معاك اتصل بمديريه الزراعه، ومديريه الزراعه اتصلت بي. تمام. انا مشكلتي مش مع مديريه الزراعه يا باشا. انت مشكلتك جمعيه اصلاح، وقلت لي الجمعيه العامه. لا مش جمعيه اصلاح يا باشا، احنا استصلاح اراضي الزراعه يا باشا. انا صح قلت لي انا بفتكر معاك. هقول لحضرتك بص يا حاج انور، بس اسمعني بس يا حاج انور لو سمحت. اسمعني يا حاج انور. حاج انور اسمعني، عشان انا بفتكر المشكله معاك. انا مش قدامي ولا انا يعني. انت كلمتني انت جمعيه استصلاح اراضي، وقلت لي ان الجمعيه العامه هي اللي متعنتة علشان في مديونيه، صح ولا انا كلامي غلط؟ بالظبط، احنا ما عندناش مديونيه يا باشا. ايوه هم بيقولوا لنا كده. انا ما اتصلت مع المهندس حسام ان هو خاص بتوزيع الاسمده على الجمعيات من قبل المرابه اللي هو تابع للجمعيه العامه. قال لي مشكلتنا الشركات لها فلوس. طيب انت الشركات لها فلوس اللي هي بتاعه الاسمده المصانع، احنا ذنبينا ايه؟ احنا دافعين ثمن ثلاث قرارات ما جاتش حصتنا. المراقب يبعت لنا بيقول يا جمعيه نباسيد انت حصتكم الشهر ده خمس قرارات كيماوي، ليكوا ثلاثه مطارات واثنين لوريا، او اثنين لوريا وثلاثه مطارات. خدت بال حضرتك؟ ابعتوا لي فلوس. احنا عندنا رصيد في بنك مصر، وعندنا رصيد في بنك التنميه والائتمان الزراعي، بنطلع لهم الشيكات بارقام وبياخدوا الفلوس بيبدوها للجمعيه المركزيه. الجمعيه المركزيه يا جماعه انتوا خدتوا فلوس الكيماوي ما جبتلناش كيماوي ليه؟ يوم الخميس يوم ما كلمت حضرتك كنا عندهم في النبريه. قالوا والله احنا مشكلتنا مش انتوا لوحدكم، ده مشكلتنا جمعيات مراقبه غرب النبريه كلها، والمشكله مع الجمعيه العامه ما بيستجيبولناش خالص، ما بعتلناش كيماوي. فاحنا رايحين اجتماع يوم الثلاث، خلصت ما خلصتوش تعالوا وروحوا للوزير. فاحنا حضرتك هنسيبوا زراعتنا ونسيبوا مواشينا ونجروا ورا مشاكلنا؟ لو لنا حق ناخدوه، مالناش حق قولوا خلاص مالكوش حق. هو انتوا الاجتماع بتاعهم يوم الثلاث الجاي؟ يوم بقول يوم الثلاث الجاي في الجمعيه العامه. طيب اعضاء الجمعيه المركزيه رايحين اجتماع يوم الثلاث الجمعيه العامه. مين اللي كلمك النهارده يا حاج انور؟ اللي كلمني النهارده وكيل وزاره بمديريه الزراعه حضرتك في النبريه. مدير مديريه الزراعه بتاع النبريه قال لك ايه؟ بيقول لي انت شاكي ليه من جمعيه نباسيد؟ قلت له انا مش شاكي من جمعيه نباسيد. انا شاكي الجمعيه العامه، لان احنا بناخدها قبل ما نتصل بحضرتك بناخدها اتباعا كده، بنروح للمراقب بنقول انت ما بعتلناش كيماوي ليه؟ بقول والله يا جماعه احنا مشكلتنا مش عندنا احنا، المشكله عند الجمعيه العامه. روحوا الجمعيه المركزيه برضه ما تخطوش، روح الجمعيه المركزيه يا جماعه. طيب انت رديت عليه بقى؟ ثواني بس، اصل هو بيقولوا لنا مشكلتنا الجمعيه العامه. يا حاج انور بس ثواني معايا بالراحه. انا خلاص عرفت المشكله. السيد مدير الزراعه لما كلمك النهارده، مدير مديريه الزراعه، قلت له لا ده المشكله مش في الجمعيه، ده في المراقبه العامه. قال لك ايه المراقب ولا حضراتكم ولا جمعيه نباسيد، المشكله في الجمعيه. قال لك ايه قال لي الشركات لها فلوس. قلت له هي لها فلوس عند ناس ثانيه، احنا مالناش ذنب، احنا دفعنا فلوسنا. طيب احنا كجمعيه نباسيد دفعنا فلوسنا. عايز ارقام الشيكات ومسلسلها هجيب لك ارقام. طيب دلوقتي سيبني نكلم رئيس قطاع اصلاح الاراضي ونشوف هيحلوا المشكله دي بسرعه ازاي، لان هو انت بتقول نقطه مهمه قوي. احنا لا فاضيين نروح ونجري ولا نسيب ارضنا ولا نسيب زرعنا، ادونا حقنا وبس. انتوا ناس دافعه الفلوس اللي عليها وبتطالبوا بحصتكم في الاسمده. فالنهارده انا هرد عليك النهارده يا استاذ عزيز، استاذ احمد لو سمحت نكلم رئيس اصلاح الاراضي، لان المشكله مش مع مدير مديريه الزراعه. بشكرك. استاذ محمد منين؟ استاذ محمد من منيا، اتفضل. الله يبارك في سعادتك يا باشا. انت بفضل الله ولحضرتك من سنه ونص حوالي انا ليا خمس فدن في املاك الدوله، وعشان نصرف السماد بتاعها كانوا بيقولوا تعالوا صرفوه من المنيا. يبقى سعادتك كلمت لنا حد عندكم كلمنا المنيا، قلت له ده مش 75 كيلو عقبال ما اروح اصرف عشان خمس فدادين. يبقى اتفقوا اجتمع بوكيل الوزاره بيهم وخلى المغاغة والعدوه يحددوا مخزن واحد نصرف منه، بس للاسف خلوه في العدوى. انا من مغاغه شرق النيل في الصحراء الشرقي، والعدوى في الصحراء الغرب. قلت مفيش مشكله برضه، والفضل لله ولسعادتك صرفونا مره واثنين ممتاز جدا. الوقت الحالي الموظف اللي جايبينه من بني سويف، عشان اروح هناك والله بصرف في العربيه 200-250. يقول لي تعالى ده انا جاي، اروح هناك ما لاقوهوش، يقولوا ما جاش النهارده ده جو وتعطل. ثلاث مرات صرفت 600 جنيه في ثلاث مرات في العربيه وما بروحش وما بيجيش.
فانا عايز منين ما اروح سعادتك الاقي ان هو يكون موجود عشان اصل مثلا مصر في يعني هو لو شايف ان عمل الجمعيه ده مش مناسب ليه يتفضل يرجع يشوف المكان اللي جاي منه ويسيب الناس تشتغل. والله يا سعادة الباشا 3 مرات يعني انا يعني مستاء جدا النهارده الفلاح علشان ما بيرضاش يسيب ارضه الا للشديد القوي فهو رايح يجيب السماد عشان اللي يرجع بيه يشتغل في ارضه تاني ويشقى بعد ما يسافر ده سفر يروح علشان المسؤول عن الصرف مش موجود. والله يعني انت بتروح تلاقيها مقفوله مثلا ولا بتلاقي ايه بقى؟ سعادتك روح هناك لان هو مخزن هو مش تبع الجمعيه قالوا ده بيجي من المنيا يصرف السماد ما بيجيش مجامله ده بيجي شغل وبياخد عليه اجر في جمعيه بني عامر هو ما بيجيش مجامله الراجل ده مش بيجاملكم ده شغل بياخد عليه اجر بيقول لك ده من بني سويف وما بيجيش ما يجيش شايف ان هو مش مناسب وما يجيش ونشوف الجمعيه مين مدير الجمعيه يعني ده مش وضع يتسكت عنه النهارده ان شاء الله نكلم لك مدير التعاون الزراعي ونكلم وكيل وزاره الزراعه ونشوف مين اللي بيشغل الجمعيه مين الناس دي فين دفتر حضورها وانصرافها فين مواعيد صرف الاسمده انما انت تسافر وتروح وترجع عشان هو ما جاش. والله سعادتك 3 مرات بتقول ايه يا استاذ احمد؟ بقول لسعادتك 3 مرات نروح والله ما بنلاقيهوش ومتفقين معاه بالتليفون هنيجي نلاقي حضرتك يقول ان شاء الله انت اللي انا فهمته ان انتوا ضمتوا الجمعيات على جمعيه انت بقى الجمعيه دي مكانها فين وفي مركز ايه؟ حضرتك الجمعيه دي قريه بني عامر تبع العدوه وانا اساسا من مغاغه شرق النيل هي بني عامر تبع العدوه جمعيه بني عامر في العدوه ايوه ما هي دي تضم عليها مغاغه وتضم عليها جمعيه ثانيه الله يبارك لان ساعتها ما كانش في مخزن وفعلا احنا كلمنا وكيل وزاره الزراعه ومدير الائتمان الفضل لله ولسعادتك الفضل لله فعلا الفضل لله سبحانه وتعالى وانا معايا فريق اعداد بصراحه بيتابعوا معاكم ايوه كلموني وفعلا اتصلوا عليا بالليل وقالوا لي عملوا معاك ايه ورن عليا وكيل مكتب وكيل وزاره الزراعه في المنيا وقال لي شكوتك يا حاج محمد قلت له شكوتي 1 2 3 الاول مره وصوا علينا وتمام التمام وظبطونا 100 100 شهاده لله عشان ما هو المسؤولين الكبار اهتموا تمام والنهارده انا عندي ايا كان بقى هو مدير مخزن امين مخزن شغال في الجمعيه ماسك الاسمده او صرفها هو مش عايز يهتم فلو انت شايف ان العمل ده عبء عليك انا بقول له شكرا وده مش هيبقى من خلالي من خلال المسؤولين لان ما ينفعش انت الجمعيه النهارده عليها ضغط يعني الجمعيه النهارده بتصرف اسمده لاراضي مش في زمام الجمعيه كمان فيعني قد دورنا ونبقى قده يقول لنا شكرا حاضر النهارده هيكلمك مدير التعاون ان شاء الله سعادتك وربنا يبارك فيك ويجعلك كده عون كبير يا بيه على طول مشكرين سعادتك سامح بيه شكرا سعادتك يا باشا معايا محمد من بني سويف معانا مين يا حاج قطب اتفضل يا فندم قطب من كفر الشيخ جمعيه ابو لولو مصرف انا مصرف انا مصرف انا عرفت البيانات كلها قبل ما الاعداد يقول لي ربنا يبارك لنا فيك ربنا يبارك لنا فيك يا باشمهندس الله ربنا يكرمك يا جود وامرني والله يا استاذ سامح والله يعني بكتب لك بالله وانا قاعد في الغيط احنا من غيركم مالينا عاده خالص ولا لازمه والله بالعكس انتوا اللي بتبنوا البلد انتوا اللي بتنتجوا والله العظيم يعني الواحد المدخلات اللي بتصرف دي كلها من اجل الاسمده والمصافير والبهدله يعني الواحد بيسيب غرفه ويروح تيجي تاني 30 كيلو علشان يجيب ورقه من الاداره يصرف بقى الكيماوي من الجمعيه من عسلام البلد. انا عايز اسالك سؤال يا حاج قطب. نعم. انت فين دلوقتي؟ انا طلعت من قدام التلفزيون والله في الغرفه وقفتها قدام البلد. يعني انت كنت بتتفرج على الحلقه فطلعت بره عشان الصوت. كنت قاعد قدام التلفزيون طيب ليك طلب النهارده ولا انت ليه طلب والله يعني الاسمده الخضار دي انا زارح فدانين خضار الفدانين دولت ما بيخلونيش اطلع من غيثه أيوة. يا اما تسويق يا نجا يا جامع يا كده استكرتين الكيماوي بنروح نجيبهم عشان نجيبهم تاخد جواب من الجمعيه تروح تجي ثالث تختم الاستراحيه وتروح التعاون وبعد التعاون تيجي الجمعيه تقول لك لا الجواب مش مظبوط طب ما انت بتاخده حظ ما انت بتاخد الحظ وعارف ان الخضار طب ما انا بقول لك ايه؟ لا انت سمعت عن نظام الحيازه الجديد اللي هو المميكنه؟ ايوه والله يا ريت ما هو خلاص هي هتطبق قريب هتريحك من المشاكل دي كلها. يا ريت والله يبقى معاك بطاقه متدون فيها كل بياناتك يبقى فيها نظام اكتر يبقى فيها سرعه ما تتعبش التعب ده كله. والله بصراحه يا استاذ كامل اللي يبص يمكم بيرتاح والله. الايه؟ والله اللي يبص يمكم بيرتاح اللي بيشوفكم بيرتاح. انا اللي سعيد بيك يا حاج وربنا يوفقك والله احنا سعداء جدا بيكم بس احنا لنا طلب عند المهندس محمد عبد الله وكيل وزاره الزراعه ايوه
احنا كل سنه بنطهر المصرف ابو لولو ده. السنه اللي فاتت لما طهرنا المصرف كان في حوالي كتير ونص. الجمعيه قالت هنعيد عليه تاني لان هو الضيف اللي ورا الفراقه. كيلو ونص في البدايه في الرئيس اللي بصبه في الرئيس. ايوه. امبارح والله والله بقالنا اسبوع 20 راجل بنشتغله والمهندس بتاع الجمعيه وخدت له عربيه ورحت له قلت له تعالى شوف رئيس المجلس الاداره الجمعيه راح معاني واعضاء مجلس الاداره راحت معاني وراحوا له قالوا لي يا عم احنا عاملين لك محضر مجلس اداره بتطهير المصرف ما جيتش طهرت المصرف الشو دولت ليه؟ قال لا انا مش هطهر من الفروض. فرئيس مجلس الاداره قال له يا عم انت هتطهر الفرع، الفرع هيصب في ايه؟ مش هيصب في الرئيسي؟ قال له ايوه. قال له اذا كان الرئيسي مفهوم لازم الرئيسي ينفتح والفروع بعدين. متعمد يعني بصراحه وكيل وزاره ولا الوزير بيحل عن الناس دي خالص، والله العظيم بيحل عنهم. طيب انا هكلم المهندس محمد عبد الله، على فكره هو من المسؤولين اللي ما بيتاخروش عن المزارع ابدا وفاهم قوي المجال الزراعي وليه خبرة كبيرة جدا في هذا المجال، هكلمه وانا عارف ان هو هياخد اجراء ونشوف. يا اسماء ده انت بتكلمني على مصرف ابو لولو ده انا حفظته من كتر ذكرك ليه، يعني مش معقول لما كل لما تحصل فيه مشكلة لازم نجري وراها والمسؤولين، ما حد يشتغل يا جماعة، حد يشتغل. انت واخد كراكة ونازل بيها هتاخد اجر عليها، يعني اتقوا الله في الاجر اللي انت بتاخده وفي الناس اللي انت مسؤول عنهم. اتق الله ان انت عندك النهارده زرع، ده كائن حي محتاج مية ومحتاج يصرف، فانت بتشتغل شغل مهم جدا. استاذ طارق من كفر الشيخ اتفضل. يا فندم ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله يا فندم من كفر الشيخ مركز بيئه للحقه عثمان، قريه الحقه عثمان. تمام. عندنا نوعيه عفش اسمه ابو ركبه طلعنا له ما مش راضي يطلع له ده يا فندم، عاوزينه يطلع له زقم البحوث يعني وكده. انت بزرع ايه؟ نعم؟ زرع ايه؟ رز يا فندم، رز جبنا له جميع الدواء ما فيش اي دواء بيأثر فيه خالص. طيب مين اللي قال لك ان ده اسمه ابو ركبه؟ مش هو احنا عندنا يا فندم الفلاحين مسمينه ابو ركبه كده، ملوش اي نوعيه دواء، جميع العفش ليه دواء الا ده يا فندم. طيب انت زارع صنف ايه؟ نعم. الصنف اللي انت زارعه اسمه ايه؟ رز ابو لولو، رز اللي هي الرفيعه العاديه يا فندم. جايب تقوي منين؟ تقويه من هنا، بس هي العفش يا فندم نفسه طالع من الارض نفسها. الله اعلم، ما انت جايب التقاوي ما انتش عارف جايبها منين، حتى اسمها من الارض يا فندم، من ارض من ارض. ما هو انت برضو انا كل يعني انت لو شفت عدد الحلقات اللي احنا عملناها في الشهرين اللي فاتوا عن الارز وعن التقاوي الجديده وعن المعاملات الزراعيه كنت هتتجنب ان انت تقع في المشكله دي. انا هكلم الدكتور عبد المعطي العبد، هخليه يتصل بيك على تليفونك في وقت يا استاذ عزيز، نكلمه دلوقتي. هو في مركز بيره عنده عفش او حشيشه ابو ركبه في الارز. استاذ أيوة عزيز في الوقت أيوة. نكلم الدكتور عبد المعطي العبد دلوقتي او استاذ احمد؟ طب نكلم الدكتور عبد المعطي. بشكرك يا استاذ طارق وتابعني عشان انا اكلم الدكتور عبد المعطي دلوقتي حالا. بشكر حضرتك. يعني احنا كنا اتكلمنا فعلا من قبل بدايه الموسم بفتره وقلنا الاصناف والمعاملات الزراعيه ومعاملات المشتل والارض المستديمه ونجيب التقاوي منين واللي عنده مشكله يتعامل معاها ازاي؟ مفيش معلومه الا لما ذكرناها لحضراتكم، مفيش جزئيه في محصول الارز الا ما ناقشناها من خلال المتخصصين، وكان الدكتور عبد المعطي العبد رئيس قسم الارز بمعهد المحاصيل الحقليه معانا في عدد كبير من الحلقات. ولسه ان شاء الله مكملين، يعني اي معلومه احنا ما بنتوقفش، بس المفروض ان احنا بنتعلم نجيب الاصناف منين؟ نعامل الارض او المعاملات الزراعيه قبل الزراعه ومعاملات المشتل عشان نتجنب حدوث المشكله. مشكله موجوده يبقى نبتدي معاكم ان احنا نحلها، بس انا عايز اوفر المعاناه اللي المزارع بيتعرض لها بسبب تطبيق او تنفيذ بعض التوصيات الفنيه اللي هي بسيطه ومهمه في نفس الوقت. هي بسيطه ومهمه في نفس الوقت. احنا بنتواصل دلوقتي مع الدكتور عبد المعطي العبد رئيس قسم الارز معهد المحاصيل الحقليه. لو ما لحقناش هيكلمك يا استاذ طارق على تليفونك، وبكره ان شاء الله هعمل معاه مداخله برضه علشان المعلومه يستفيد منها. طيب الدكتور عبد المعطي العبد رئيس قسم الارز معهد المحاصيل الحقليه، برحب بحضرتك وبشكرك على تواصلك معانا يا دكتور. خليك يا فندم، تحت امرك يا فندم. من كفر الشيخ عندك طارق كلمني قال لي عندهم في الارز ظهر حاجه اسمها عفش ابو ركبه، جاب مبيدات كتير وما جابتش نتيجه، ايه الموضوع ده؟ في حاجه كده فعلا ويتعامل معاها ازاي؟ هو بيرد حشيش من حشيش الرز، زي الحشيش النجيليه زي الدنيده
وزي العجيره وبرد هو يعني هي حشيشه ما تعملش ازعاج. ايوه يعني هو ما ينزعجش من موجود من وجود ابو رد في الرز، ومقاومتها بسيطه جدا حسب طريقه الزراعه. لو كان زرع بطريقه الشتل اليدوي بيجي بعد 4 أو 5 أيام من الشتل، وبيخلي الميه تحت منسوب اخر ورقه في الرز، وبيجيب 2 لتر ساترين وبيزودهم بشويه ميه وبيخلطهم بالرمله، وبعد كده بيضيف في وجود الميه، يضيف الساترين في وجود الميه. ده ان شاء الله الاثنين لتر ساترين دول هيخلصوا على ابو غده، وهيخلصوا على الحشائش النجيليه زي العجيره والدنيل. تمام. لو زرع بطريقه البدار، طبعا البدار بتبقى الامور صعبه شويه. بيجيب نوميني بعد من 20 الى 25 يوم من الزراعه، بيصرف الارض كويس جدا ما يخليش فيها ميه خالص، يعني يصرفها لمده 2 أو 3 أيام بحيث تبقى فعلا ما فيش ميه خالص في الارض. وبيجيب النوميني بمعدل 600 سنتي نوميني، وبيخلطهم في 200 لتر ميه، بيخففهم في 200 لتر ميه، وبيرش بالنوميني ويسيب الارض ناشفه برضه بعد الرش 2 أو 3، وبعد كده ينزل الميه مباشره. الموضوع ده هيزيله تماما على برود باذن الله. بس حضرتك قلت نقطه كده في البدايه، قلت لي هو وجوده ما هواش هياثر على الانتاجيه في اخر الموسم؟ ايوه طبعا، يعني ابو رد من الحشائش اللي هي يعني ما بتاثرش قوي على حاله النباتات بشكل مزعج، لكن الدنيبه بالذات، انا قلت لحضرتك مره في لقاء مع سيادتك ان الدنيبه لو في نباتين دنيبه في متر مربع بيقللوا المحصول 15%. ايوه هو ياخد باله جدا من موضوع الدنيبه ده، ولازم يتخلص من الدنيبه اول باول. فالدنيبه هي المزعجه في زراعات الارض. بشكرك وبتمنى ان انت تبقى معانا قريب، يعني يا ريت مواعيد حضرتك تسمح. دكتور عبد المعطي. يا فندم تحت امرك ان شاء الله. قريب عايزين حضرتك تنورنا علشان نكمل رحلتنا في زراعه الارز. ان شاء الله تحت امر سيادتك، وانا يعني رحم الاشاره لا بنتشرف بيك، وان شاء الله ننسق مع حضرتك بحيث تبقى موجود معانا ترد على استفسارات المزارعين. بشكرك ان شاء الله يا فندم. دكتور عبد المعطي العبد، رئيس قسم الارز بمعهد المحاصيل الحقليه مركز البحوث الزراعيه. جاوب على الاستاذ طارق من كفر الشيخ، قال لي عفشه ابو ركبه موجوده عندي في الرز، استعملت معاها باكثر من طريقه. الدكتور عبد المعطي قال لي لو زرع مشتل ليها بالشتل ليها طريقه، والبدار ليها طريقه، وشرح الاثنين وقال لي هي مش هتاثر على الانتاج، لكن يخلي باله من الدنيبه لان هي لو ظهرت هتقلل له 15% من الانتاج. الفلاح عليه دور كبير جدا في المتابعه، عينه لازم بتفحص الارض والمحصول على طول، موجود في ارضه، موجود بيشتغل وبينتج وبيتابع الزراعه، بيتابع الثروه الحيوانيه، بيخلي باله. فالنهارده لازم يكون في يعني فريق عمل كبير موجود ورا الفلاح ده في ظهره، مسؤولين الزراعه والري، المسؤولين داخل الجمعيات، الطب البيطري، التعاونيات ممكن تقوم بدور كبير جدا وتخفف العبء عن الفلاح، روابط الميه مثلا، لغايه لما ندخل بقى على الملف المهم، الملف اللي يهم كل المصريين مش الفلاح بس، التسويق. التسويق ومنظومه عادله تكسب الفلاح. من حق الراجل ده في النهايه يمسك فلوس. شكرا لكم والى اللقاء. هذا البرنامج برعايه